فيلمنا بيبدأ مع العالم وقت ما كان السحر موجود فيه ومنتشر في كل مكان، ومع مرور الوقت السحر بيختفي وبيفضل فيه بقايا قليلة، ومدينة سكانها نصهم بشر ونصهم حيوانات. وبيصحى إيان من النوم يوم عيد ميلاده وبيلبس وينزل يشوف مامته بتحضر له فطار وبتقوله إنه يقدر يعزم صحابه ومش لازم يحتفلوا بعيد ميلاده لوحدهم. وبيظهر أخوه بارلي المهووس بالسحر ويهزر معاه، ويجي الضابط برونكو يشتكي من بارلي، وبيفضلوا يقول لبارلي إنه لازم يوقف تفكير في الماضي ويركز على الحاضر والمستقبل، ولكن بارلي بيحاول يشرح لهم وجهة نظره وأهمية الماضي وقت ما السحر كان منتشر. وبيخرج إيان ويروح المدرسة، وفي الطريق بيقابل شخص ويعرف إن صديق والده، لما بيشوف إيان لابس طقم بابا بتاع الجامعة، وبيقول الراجل إن بابا كان شخص عظيم وشجاع وإنه كان بيتمنى يبقى عنده نفس الجرأة. وبيكتب إيان في مفكرته الحاجات الجديدة اللي نفسه يضيفها لشخصيته، زي إنه يتكلم أكتر ويتعلم السواقة ويعزم الناس على حفلة وإنه يبقى زي بابا. وبيدخل إيان الفصل وبيلاقي زميل ليه اسمه جورجامون، بيكون قاعد ورافع رجله على الكرسي بتاعه، وبيطلب إيان منه ينزل رجله ولكن جورجامون بيرفض. وبيروح إيان اختبار السواقة ولكن بيفشل فيه، وبيروح هو متوتر يعزم زمايله في المدرسة على حفلة عيد ميلاده وبيوافقوا. وبيجي أخوه بارلي بعربيته وهو سائق بتهور، وبيحس إيان بالإحراج منه ويعتذر لزمايله وبيلغي حفلة عيد ميلاده بعد ما بهدل وشه بالحبر اللي كان في إيده، وبيعتذر لهم ويمشي. وبيوصل إيان البيت ويدخل أوضته يلغي كل اللي كتبه في المفكرة، ويشغل شريط متسجل فيه صوت والده، وبيقعد يسمعه وهو متأثر ويعيده مرة تانية ويكلم بابا كأنه قدامه. وبعدها بيقعد مع مامته ويسألها عن والده ويقول لها هو كان إزاي وهو في سني، هل كان دايما واثق من نفسه وشجاع؟ فبتقوله مامته لا طبعا، أخد وقت عشان يكتشف نفسه. وبتقوله كمان إن والده ساب له هدية وده وقتها عشان ياخدها. وبينده إيان على بارلي ويقوله إن والدهم ساب لهم هدية، ومامته بتقول إن والدهم طلب منها تديهم الهدية دي لما يكملوا 16 سنة. وبيفتحوا الهدية وبيلاقوا عصاية سحرية، وبيفرح بارلي جدا بيها وبيقول بابا كان ساحر، ولكن بيقول لهم إيان إن ده في رسالة هنا من بابا بيقول فيها إن العالم كان مليان بالسحر لكن ما كانوش قادرين يتحكموا فيه وبدأ السحر في التلاشي، وأتمنى إن بواقي السحر تكون موجودة فيكم، عشان كده كتبت تعويذة بنفسي عشان أعرف مين فيكم لسه السحر موجود فيه. وبيبص بارلي على التعويذة وبيقول لهم التعويذة دي هترجع والدنا يوم كامل للحياة، وإيان مش بيصدق، ولكن بارلي بيقول له بالعصاية دي الموضوع ممكن ومش مستحيل. وبيلاقي بارلي جوه الهدية جوهرة الفينيق، ويقول دي هتكون العامل المساعد اللي نرجع بيه والدي، وبيحطها جوه العصاية وبيحاول يشغلها لكن كل مرة بيفشل، وبيزعل جدا، ولكن والدته بتقول له هو واخوه ما تزعلوش حتى لو المحاولة ما نجحتش، كفاية إن والدكم كان نفسه يشوفكم لدرجة إنه عمل كل حاجة عشان يحقق ده. وبتخرج مامة إيان وأخوه، بيفضل إيان في الأوضة لوحده يكرر الجملة المكتوبة في الجواب، وفجأة بيلاقي العصاية اتحركت وبيتخض ويمسك العصاية بإيده، بيلاقي والده بيطلع من ضوء جوه العصاية، وأخوه بارلي بيدخل عليه وهو منبهر من المنظر، وبيمسك بارلي إيان ويبص قدامهم يلاقي الجزء التحتاني من والدهم، ويقول إيان إنه فشل في التعويذة وبدل ما بابا يوصل بالكامل وصل بنصه التحتاني وبس. وبيقول له بارلي المشكلة إنه هيقعد 24 ساعة بس وبعدين يختفي للأبد، وبيقول إيان إحنا لازم نعيد التعويذة تاني، وبيقول له بارلي لازم الأول نلاقي الجوهرة عشان نعرف نعمل التعويذة، وبيقترح له مكان ممكن يبدأوا البحث عنها فيه. وبيتحرك إيان وبارلي بالعربية ويروحوا يدوروا على الجوهرة، وجوه العربية بيركب إيان جزء من اللعبة على جسم بابا لأنه بيحس بغرابة وهو بيكلم الجزء التحتاني بس منه. وبيدي بارلي لإيان كتاب تعويذ سحرية ويقوله أنت لازم تتمرن على التعويذة. وبتدخل مامة إيان أوضته وما بتلاقيهوش، وبتلاقي تليفونه في البيت وساب الورقتين اللي عليهم شكل الجوهرة والمكان اللي رايحين يدوروا عليها فيه. وبتقرر الأم إنها تاخد عربيتها وتروح وراهم. وبيوصل إيان وبارلي للمكان، وبيقول بارلي إن المكان ده هيبقى فيه الخريطة اللي توصلنا للجوهرة مش الجوهرة نفسها. وبيدخلوا يدوروا على المحاربة اللي اسمها المانتاكور ويسألوها عن الخريطة، ولكن بترفض تديها لهم وتقول لهم إنها بطلت تبعت الناس لأماكن خطر. وبيحاول إيان يترجها ويقول لها إنه نفسه يشوف باباه، وبتقوله المانتاكور ما ينفعش تخاطر في الحياة عشان تاخد مغامرة، ولكن إيان بيشاور لها على جملة مكتوبة على الحيطة ويقول لها بس أنت كاتبة ده أهو. وبتتعصب المانتاكور وتولع في المكان وبتتحرق الخريطة، وبيجري عليها إيان يحاول ينقذ اللي باقي منها ولكن ما بيلحقش، وبيحاولوا يجروا بسرعة عشان يهربوا من المكان اللي بقى كله نار، ولكن الاب بيتعلق في النص، ومره واحده بيستخدم ايان العصايه المسحوره ويلاقي نفسه نجح في القاء تعويذه وانقذ باباه. وبيخرجوا بسرعه ويركبوا العربيه وبيروحوا للنقطه الثانيه اللي هتوصلهم للجوهره، وهم سعداء ان ايان نجح انه يستخدم تعويذه، وبيقرروا ياخدوا الطريق السريع عشان يوصلوا قبل ال 24 ساعه ما تنتهي. وفي نفس الوقت ده بتوصل للام للمكان اللي كان فيه اولادها، وبتسال المنتكور عن ولادها وتقول لها راحوا يدوروا على الجوهره، بس انا نسيت اقول لهم على اللعنه، ولادك في خطر بس انا عارفه فين ونقدر نروح ننقذهم. وبتقرر
تقوم بتاخد المنتكور ويروح ورا ايان وبارلي، وبتبوظ عربيه بارلي في نص الطريق، وبينزل يلاقي البنزين خلص ويحاول يدور على حد ياخد منه بنزين، وبيحاول ايان يستخدم السحر ويحاول بارلي يساعده، ولكن ايان بيتوتر وبيصغر اخوه بارلي بدل ما جالون البنزين هو اللي يكبر، وبيشوف ايان محطه بنزين قدامه ويروح لها، وبيلاقي قدامه كائنات صغيره بتطير وبتدخل المكان تاخد من كل حاجه، وبيروح يشتري ايان البنزين بسرعه ويمشي. اما مامتهم فكانت في الطريق مع المنتكور اللي بتحكي لها على لعنه الحارس اللي بتظهر على شكل وحش لو الولدين اخدوا الجوهره، وبتقول لها الحل الوحيد لمواجهه الوحش ده هو السيف بتاعي، بس انا بعته من سنين وهحاول اجمعه مره تانية. اما بارلي وايان بيجروا على العربيه بعد ما الكائنات الصغيره جت تجري وراهم، وبيدخل بارلي من الشباك يفتح العربيه عشان نسيوا المفاتيح من جوه، وبيضطر ايان يسوق العربيه لان اخوه بقى قزم صغير ومش هيعرف، وبتطرد الحيوانات الصغيره ايان، ويحاول ايان يهرب بالعربيه ولكن الكائنات بتدخل العربيه، فبيجري ايان باقصى سرعه وبينجح في الهروب. وفجاه مفعول التعويذه بينتهي، ويجي البوليس يوقف العربيه عشان بيسوق بسرعه، وبينزل باباهم وبياخدوا البوليس، وبيطلب بارلي من ايان يستخدم السحر ويختفي في شخصيه ثانيه، وبيختفي ايان فعلا في شكل الضابط برونكو جوز مامته، وبينجح في اقناع البوليس يسيب والده، لكن الشرطيه بتقول له ان بارلي ابن مراتك ولد فاشل، وبيزعل بارلي لما يسمع الكلام ده، وبيشك الضابط في برونكو المزيف بعد ما يمشي بالعربيه، وبيتصل بالاسم يطلب انه يكلم برونكو، وبينزل بارلي وايان من العربيه ويتخانقوا عشان ايان وافق على كلام الشرطيه لما قالت ان بارلي شخص فاشل. مره واحده بيلاقي والدهم نازل من العربيه وبيرقص على انغام الموسيقى اللي شغاله، وبيسحب بارلي وايان عشان يرقصوا معاه، وبعدها يطلب بارلي من ايان انه يثق فيه ويسيبهم يروحوا للمكان من طريق الخطر مش الطريق السريع عشان ده طريق مختصر. وبتروح مامة ايان لمحل بيبيع الحاجات القديمه مع المنتكور، ويطلبوا السيف اللي هيساعدهم يتخلصوا من الحارس، لكن صاحبه المكان بعد ما بتعرف اهميه السيف بتطلب فلوس اكتر، وبتشكها المنتكور وبتقع الست، وبياخدوا السيف ويجروا. اما ايان وبارلي بيوصلوا الحفره ملهاش نهايه، واللي بيقع فيها ما بيخرجش، وبيشوفوا سلم قديم متحرك وبيبقى لازم يعدوا من فوقه عشان يروحوا للناحيه الثانيه ويعرفوا يوصلوا للجوهره. وبيحاول ايان يستخدم سحره في صنع جسر غير مرئي يمشي عليه، يحاول يمشي ويلاقي التعويذه نجحت، وبيوصل الناحيه الثانيه عشان السلم المتحرك، وتعدي العربيه ويحضنوا بارلي، ويوصل جوز مامتهم ويحكي له موضوع والدهم، ولكن برونكو بيصر على رجوعهم في البيت، فبيهرب ايان وبارلي منه، وتيجي عربيات شرطه تطاردهم، وبيوصلوا لطريق مسدود، فبيستخدم ايان سحره عشان يعمل رعد، بس بيفشل، ويقرر بارلي يستغنى عن عربيته ويرميها من فوق الجبل قدام عربيات الشرطه عشان يضحك عليهم ويفتكروا انهم عملوا حادثه، وبيكمل ايان وبارلي الطريق مشي، ويدخلوا نفق ويستخدموا السحر عشان يكبروا حبه التسالي ويقلبوها مركب وينزلوا بيها الميه عشان يعدوا بسرعه. وبتعمل مامة ايان حادثه بالعربيه، وتقرر تخلي المنتكور تستخدم جناحاتها وتطير بيها. اما بارلي فكان بيحكي لايان عن والدهم لما كان مريض وكان المفروض يدخل عشان يودعه، بس خاف بسبب الانابيب اللي كانت متعلقه فيه، ومن ساعتها قرر ان عمره ما يخاف ابدا. وبيوصلوا للبر ويلاقوا قدامهم مكعب هلامي بيدمر اي حاجه تيجي قدامه، وبيكتشفوا انهم لازم يجروا بسرعه وينطوا عشان في اسهم بتترمي عليهم من كل ناحيه، وبينجحوا في الهروب، ولكن بيدخلوا في مكان مليان ميه، وبيطلعوا منه بعد ما يثبتوا رجل باباهم على الارض ويفتح لهم فتحه في السقف. ولما بيطلعوا لفوق يكتشفوا انهم رجعوا للشارع بتاع بيتهم مره ثانيه، وبيحاول بارلي يفهم هي الغلطه كانت فين، ولكن ايان بيقول له يا ريتني ما سمعت كلامك واخدنا الطريق تاني، كان زماننا وصلنا وقدرت اشوف والدي واقعد معاه، لكن بسببك فشلنا لانك فاشل. وبيسيبه ويمشي، ويقعد ايان قدام البحيره ويفتكر رحلته مع اخوه، ويمسك المفكره بتاعته ويكتشف انه عمل اللي كان كاتبه فيها معاه، وبيرجع يفتكر لما كانوا صغيرين وبيلعبوا سوا. وبيروح بارلي عند النافوره ويدور على الجوهره، وبينجح انه يلاقيها، لكن بيخرج دخان احمر كتير وبينتشر في كل مكان، ويعرف بارلي انها لعنه، ويدمر الدخان الاحمر كل حاجه ويتحول لوحش ضخم. وبيجري بارلي على ايان ويديله الجوهره، بتوصل المنتكور ويجري وراها الوحش، وتحاول المنتكور تضرب الوحش بالسيف لكن بتقع، وتقوم مامه ايان وتاخد السيف وتضرب بيه الوحش، ويبدا ايان في القاء التعويذه عشان يرجع باباه، لكن الوحش بيقوم مره تانية، وبيقرر بارلي يروح يشتته، لكن ايان بيرفض ويقول له انت هتقعد وتودع والدنا، انا طول عمري عندي اللي ياخد باله مني اللي هو انت، ولكن انت فقدت والدنا وتستحق انك تقعد معاه الدقايق دي. وبيروح ايان يحارب الوحش بالسحر اللي في العصايه، وبينجح في تفجير الوحش، ويبص من بين الانقاض يلاقي والده واخوه بيحضنوا بعض، وبيختفي بعدها والده. ولما بيروح ايان لاخوه ويساله والدنا قال لك ايه، فبيقول له بارلي قال له انه فخور بيك وطلب مني اوصل لك الحضن ده. الفيديو ده كتبته امل عقيل، وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.